ورجعنا لكم، وزي ما عودناكم بيكون معانا دايما في كل حلقه من حلقاتنا في يحكى أن تقرير عن روايه عالميه حققت نجاح ومبيعات كبيره. لكن النهارده الحقيقه هيكون معانا تقرير عن روايه هي دون كيشوت، وهي من اشهر الروايات العالميه واكثرها مبيعا على مستوى العالم. تم ترجمتها للغات مختلفه. تعالوا نشوف مع بعض التقرير ونرجع مره ثانيه. بأحداثها الخيالية تمكنت رواية دون كيشوت للكاتب الأسباني ميغيل دي سيرفانتيس سافيدرا أن تكون أحد أهم الأعمال الروائية الأسبانية والعالمية، كما اعتبرها النقاد أولى الروايات الأوروبية الحديثة وأعظم روايات الأدب العالمي، وتم ترجمتها إلى لغات مختلفة. صدرت الرواية على جزئين، أحدهما عام 1605 والآخر عام 1615. تصدرت الرواية قائمة الروايات الأعلى مبيعاً حول العالم في عام 2018 بمبيعات بلغت 500 مليون نسخة. تدور أحداث الرواية في إطار خيالي حول قصة ألونسو كيكسانو، وهو صاحب مزرعة يحب القراءة ويقرأ كتباً عن الفراسة والفرسان، ثم قرر أن يصبح فارساً مثلهم ويرتدي درعاً ويطلق على نفسه اسم دون كيشوت ويبدأ بالبحث عن المغامرات. يواجه دون كيشوت طواحين الهواء التي يتخيلها تنانين عملاقة، إلى أن يكتشف في نهاية الأحداث أنه لا جدوى من حربه. وفي عام 2022 طلبت هيئة الكتب النرويجية قائمة بأفضل الأعمال الأدبية على مر العصور بتصويت 100 كاتب من 54 دولة مختلفة، وتصدرت رواية دون كيشوت القائمة باعتبارها أفضل عمل أدبي تم كتابته في التاريخ.